مدير العام للديوان الوطني للسياحة بتونس فؤاد الويد أن السياحة الاستشفائية والصحية أصبحت الوجهة الأولى للسياح الجزائريين خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن ما نسبته 25% من إجمالي 2.5 مليون سائح استقطبتهم تونس سنة 2017 اختاروا التوجه لمراكز المعالجة بالمياه المعدنية ومياه البحر. فوزيام السعدي رصدت التالي. بالنسبة لي نحن سياحة المعالجة بمياه البحر، تونس تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في هذا المجال. معناها العديد من المختصين وال لو سافوار معناها لو سافوار فير اللي فما في تونس في هذا المجال، معناها يعطيها اشعاع عالمي معناها في هذا المجال. بالنسبه للجزائريين اللي نعطيك الرقم اللي سنه فارطه، معناها اكثر من 2,500,000 سائح جزائري اللي دخلوا تونس لحد من اول جانفي الى غايه 10 مارس، قرابة 300,000 سائح جزائري اللي دخلوا تونس، وفما العديد منهم معناها اللي يتوجه بالنسبه للسياحه الاستشفائيه ولا السياحه الصحيه. من جهتها كشفت مديرة مؤسسة ليا كوم إيفنت الجزائر أسيا بالعيد عن إطلاق الطبعة الثانية بي تو بي للسياحة بتونس والموجهة خصيصا للمستثمرين الجزائريين لبحث فرص الاستثمار مع نظرائهم التونسيين في مجال السياحة الصحية. بي تو بي توريزم اي بيان اتر a été programmé pour la deuxième fois en Tunisie. L'année dernière je considère que c'était une très bonne réussite pour les Algériens. On avait signé 3 contrats le jour même, enfin lors de l'événement. Et là, on espère encore plus, surtout que j'ai reçu pas mal d'appels et de demandes d'investisseurs algériens. Parce que là, en Algérie, les structures sont là. Il y aura encore d'autres structures qui sont en cours de réalisation. Et puis voilà, donc pourquoi ne pas permettre à ces investisseurs d'avoir les spécialistes dans la matière et créer des partenariats s'il le faut et former le personnel algérien.